ذكرى يعني غالية جدا علينا، لأن أسماءهم وأرواحهم خالدة وباقية كبقاء هذا الوطن الباقي، بقاء الزمان، لأنهم قاموا بواجبهم على أكمل وجه. كل الكلمات مش هتديهم حقهم، ولا هتدي كمان ذويهم الحق في أي ذكرى لأي شهيد. الحقيقة كمين البرث في هذه الذكرى الرابعة بيحيي ذكرى كل شهداء مصر وكل الملاحم وكل المحاولات للقبض على كل من تسول لي نفسه أنه ينال من استقرار وأمن هذا الوطن. تحية لكل شهدائنا، والنهاردة كمان إحنا بنقدم التحية لكل أم شهيد، ولكل والد شهيد فقدوا الابن، فقدوا السند، فقدوا العائل. النهارده بنقول لهم احنا معاكم، وبناخد يعني مقتطفات كده من حياتهم، لان الشخصيات دي شخصيات عظيمه، اللي قدموه شيء مش سهل. واكيد التربيه واكيد البيت والاسره كان ليها دور في بناء هذه الشخصيات اللي بنقول عليها اسود، وبنقول عليهم ان هم ابطال، وان هم يعني في تاريخ هذا الوطن، وفي محطه مهمه كمان من عمر الوطن. بحيي اسره احد ابطال كمين البرث، بحيي والد الشهيد احمد الشبراوي، وبقول لوالد الشهيد الحاج عمر اهلا بيك معانا. و يعني هبدا معاك بصوره الشهيد اللي معانا دلوقتي، وازاي انتوا النهارده يعني متواصلين اكيد مع بعض، كلكم مترابطين مع زوجته مع ابنه، احكي لنا كده شويه. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عمر الشبراوي الغنام، وكيل اول وزاره بالجهاز المركزي للمحاسبات سابقا. اهلا وسهلا. والد البطل الشهيد الرائد احمد عمر الشبراوي. احمد كان من طراز، ضابط من طراز فريد حقيقه، وكان محب لبلده ومحب لاهله ومحب لوطنه ومحب لكل رؤسائه وكل السلاح اللي هو بيشتغل فيه. وكان الحقيقه يعني ماشي على الكتاب زي ما الكتاب ما بيقول، وماشي على العهد اللي هو اللي اقطعه قطعه على نفسه. احمد ولد في اكتوبر 86، خرج من الكليه الحربيه 2007، واصر على انه يخش كليه، اصر على انه يخش سلاح الصعقه. وفعلا نفذ كلامه، تدخل صعقه وتوزع على سلاح الصعقه، وتوزع على كتيبه 103 صعقه في رفح، وقضى فيها 3 سنين في رفح. بعد رفح تم ترشيحه الى الوحده مكافحه الارهاب الدولي 3 سبعات، ومنها تم ترقيته. وكانت في الفتره دي من 2010 ل 2014، كانت في الفتره دي يعني الثوره جايبه وكده، وكان احمد مكلف بحمايه بعض المناطق الهامه في البلد زي مبنى الاذاعه والتلفزيون ومبنى امن الدوله وبعض السفارات. احمد صاحب مقوله، يعني صاحب مقوله ان هو لما كان بيجي يطلع من بيطلع يعني بيطلع مداهم المداهمات، فكان بيقول للعساكر ان احنا رجاله كلفنا بمهمه جديده، واحنا عايزين نجيب حق كل شهيد ونجيب حق كل ام، واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، جاهزين يا رجاله؟ يقولوا جاهزين يا فندم. ده مقوله ودي مذاعه في التلفزيون في اكثر من برنامج، حماسيه وقتاليه، كانت حماسيه وقتاليه، وكان بيقولها من قلبه فعلا كبيرة. وكان بيقولها بصدق وبكل اخلاص، ان احمد كان مخلص جدا جدا في عمله، وكان كتوم جدا في اسراره، ما بيبيعهاش لاي حد اطلاقا. احمد يعني صاحب النشيد الوطني الجميل اللي كان طلع ايامها، قالوا ايه علينا دول، قالوا ايه قال يموت ولا يدخل مصر خسيس وجبان. احمد اترجى لرتبه النقيب، بتم ترشيحه برضه نفس الكتيبه اللي هي كتيبه 103 صفحه اللي كان دخلها في الاول في العريش، لمقاومه الارهاب في العريش، او مقاومه الارهاب الموجوده في سيناء.
فكانوا بينجوا من احسن الضباط طبعا عشان يواجهوا الارهاب الموجود في سيناء، وكان احمد من ضمن هؤلاء العناصر الممتازه. الحقيقه احمد فوجئت ان هو في 7/7/2017 استشهد في موقعه البرصه، ما كانش قال لي ان هو رايح موقعه البرصه، حاجه اللي كنا نعرف عنها حاجه انا ما عرفتهاش الا من خلال التلفزيون يوم استشهاده. موقعه البرصه دي من المواقع الكبيره والعظيمه واللي يجب ان تدرس في المدارس العسكريه، وكل بطل مع احمد، يعني كل واحد كان مع احمد يعتبر بطل واسد من وقود الصعب. اكيد حقيقه يعني والده الشهيد جنب حضرتك، انا يعني عرفت كده دلوقتي من الزملاء، لو بس نسمع صوتها اذا كانت يعني موجوده. الحاجه هدى عز الدين. طب لحظه كمل لحضرتك بس. طب اتفضل حضرتك. واحمد يعني الحقيقه كان محب لكل زمايله، وكان بيقدم نفسه، يعني عمليه البرزين كان فيها يعني تعتبر من المعارك الحربيه الكبيره اللي تمت في سيناء، ولان كانت العدد الموجود في الكتيبه دي ما يزيدش عن 26 عسكري وجندي، في مقابل اكثر من 160 تكفيري، وفي مقابل ولا فيش تناسب بين المعدات الموجوده مع السريه دي ومع الارهابيين، ومع ذلك الحمد لله قاموا ببطولات كبيره جدا وقتلوا منهم اكثر من 40 تكفيري، واحمد جنب بقتل عدد كبير من هؤلاء التكفيريين بنفسه، وكان بيقدم نفسه قدام العساكر على اساس ان هم ان دول اسود من اسود الصعب، وان التاريخ سيكتب ويسطر ويقف مذهولا كثيرا امام هؤلاء. لا شك انها ابرز الاحداث التي ستوقف امامها اي كاتب للتاريخ، ثم يرفع يده مؤديا التحيه العسكريه امام كل بطل من هؤلاء الابطال، سيحكم التاريخ على كل قطر الدم ويخلدها قبل ان يخلد كل روح من ارواح الطاهره لهؤلاء الابطال. سيتوقف التاريخ كثيرا امام كل هذه البطولات التي سجلت من كل اسد من هؤلاء الاسود عاجزا عن الوصف والتسجيل لهذه البطولات. سيكتب التاريخ الحديث ان لمصر في اواخر الالفيات من عمر هذه الامه رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. واحمد يعني كان بيتمنى الشهاده، والحمد لله لقي الشهاده وهو مقبل وسلاحه في ايده الحمد لله زي ما هو طلب، وربنا يجعله من الشهداء يا رب العالمين. حي عند ربنا ويرزق اكيد يعني الجنه ونعيمها فاز بيها هو وكل شهدائنا، وتحيه لوالدته كنا نحب نسمع صوتها، واضح انها مش موجوده. تحيه لكل ام شهيد.